متى أفضل وقت لأكل طعام السحور؟ قبل الأذان تقريبا بنصف ساعة، قبل أذان الفجر، هذا أفضل وقت. وأفضل شيء يأكله هو التمر. إذا ما وجد الذي وجد. وهذا الطعام الله سبحانه وتعالى يضع فيه بركة، حتى أنت في البدن في نهار رمضان إذا تناولت هذه الوجبة يكون لك بركة في القوة في نهار رمضان. والأفضل أنه متى ما أذن للمغرب مجرد يؤذن مباشرة تفطر. إذا تعجيل الفطر وتأخير السحور إلى قبل الأذان